اليوم المرجعية تعرف من هو مؤسس الفساد، ومن هو اللي باق الدولة وفتح مصارف وبنوك بالخارج، ومن هو اللي مشتري قصور وفلل وجزر. جزر والله سيء شيخ، مشترين جزر. يعني أني واحد فاسد مشتري جزيرة. النخلة اللي سووها في دبي، منو سوى النخلة؟ سووها دبي، سووها جماعتنا، اشتروا بيها سعفة وما أدري شين هاي اشتروا بيها عقارات، اشتروا هناك فنادق. اي يعني تعرفون، يعني تعرفون، يعني تعرفوهم من هم اللي اشتروا هناك. والله يقال لا نعرف يعني. لا 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 شيخ، لا 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 شيخ، لا لا لا، هاي ما مقبولة، هاي ما مقبولة. ما دام قلت وحددت النخلة يعني تعرف. اي المرجعية اليوم موقفها ما تتدخل بالأسماء، ولعله إذا تتدخل بالأسماء أكو فتبعات قانونية. حتى في داعش هي عينت جهة معينة، وهو أنها محاربة التكفيريين الغزاة، الذي الآن المرجعية تصرح بكل قنوات الإعلام ومن خلال منابر الجمعة، شوية كورونا عطلت صلاة الجمعة، أنه ضد الفساد وضد سرقة الأموال العام، وهذا لا يجوز. أسماء ليس من ديدن المرجعية أن تصرح بالأسماء، لأنه الأسماء المفروض شغل القانون، والقانون أكو لجنة نزاهة وأكو لجنة مراقبة وأكو قانون في العراق وأكو يعني محاكم هي التي تتولى قضية الأسماء. المرجعية تشير إلى العناوين، والمرجعية تدعو بأعلى صوتها إلى التداول السلمي، التداول الديمقراطي للسلطة من خلال الأناس الثقات. ولكن أكد على اللي قبل سؤالك، أنا أعتقد أنه خلل كثير كبير عند العراقيين هم انتمائهم. يعني أنت الآن يعني أنت تذب اللوم على العراقيين، تقولهم أنتم سبب انتمائكم هو اللي سوى الفساد. انتماء أكثر العراقيين إلى أحزاب فاسدة يجعل المنظومة كلها فاسدة.